ونتحول الآن إلى آخر أخبار الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر. شكرا لكم وننتقل لمتابعة أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 35-24. ننتقل لسويس العظمى فيها 35، الصغرى 24، العريش 31-24، طابة 32-26، شرم الشيخ 38-29، والغردقة 38-29 أيضا. أما في الأقصر 41-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 39-24، شلاتين 39-30، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.